اول حاجه الاخوان غادي نحلوا الانبوكسين ديال هذه الكاميرا هذه وغادي تشوفوا المزايا اللي كتجي مع هذه الكاميرا رغم الثمن ديالها رخيص بزاف غادي تشوفوا شنو كيجي مع هذه الكاميرا هذه اول حاجه غادي نحلوا العلبه ديال الكاميرا اللي هي تتاخذ واحد الوقت شويه انا ديجا فتحتها باش ما تاخذش ليا الوقت وهذه الناس اللي كيفكروا يديروا الناس اللي كيفكروا يشريوا كاميرا كنصحكم تشريوا هذه الكاميرا هذه الكاميرا هذه ثمن مناسب غادي تلقاوه في السيت غادي تلقاو السيت منين شريت هذه الكاميرا انا شريتها ماشي جاتني حيت باغي نصور تحت الماء وبغيت نصور بزاف الحوايج المهم شريتها من واحد السيت صيني لذلك غادي تشوفوا اول حاجه الكاميرا كتجي هكا كتجي بهاد العلبه هذه غادي نخليوها جانبا غنشوفوا شنو تيجي مع الكاميرا كما تشوفوا كتلقاو واحد العلبه مازال هنايا لتحت غادي نحلو غنشدوا هذه العلبه نجبدوها شنو فيها غادي نلقاو هذه العلبه هذه غادي نحلوها شوف شنو كيجي مع هذه الكاميرا هذه كيجيو معها هذا السماطي هادو لذلك ما غاديش ندير مراجعه لجميع اللوازم اللي كتجي مع هذه الكاميرا غادي نشوف انا غير داكشي المهم اي حاجه هنايا اي حاجه كتستعملها في الكاميرا فيها بزاف ديال المزايا كاينين بزاف ديال التواشا على سبيل المثال الا بغيتي تلصقها في الطوموبيل ديالك الكاميرا هذه الناس اللي تيديروا مغامرات بالطوموبيل ديالهم الا بغيتي تلصقها في البيكالا ديالك ها هي بلا ما ندير مراجعه هنا الا بغيتي تلصقها في سيلفي ستيك ها هو في سيلفي ستيك كاين بزاف الحوايج هذه الشارجور ديالها كيجي مع الشارجور وكيجي معها هاد الاسلاك هادو اللي انا ديجا ما عارفش شنو هو الدور ديالهم هنايا الا بغيتي تلصقها في السكيت ديالك ولا كنتي تلعب السكيت هذه تعطيوك جوج تلصقها في الطوموبيل ديالك الفوق الطوب ديال الطوموبيل ولا تلصقها في السكيت ديالك لذلك انا في الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله غادي نلصقها في هذا السكيت اللي شريت وغادي نقوموا بفيديو هذه واحد المزايا اخرى عاوتاني كما تشوفوا مهم تجي مع الكاميرا واحد الكاتالوج كاين هذا وكاين هنا واحد السكرين اخرى واحد سكرين بروتيكتور حتى هي تتحمي الشاشه ديال الكاميرا ديال كما تشوفوا لذلك كيعطيوها لك سكور حيت ديجا هي تجي مع الكاميرا كاين هاد الشيء هذا تتربطوا مع الكاميرا ديالك مع هذوك الجوج المهم ما نطولش عليكم الاخوان الناس اللي بغاو يشريوا الكاميرا ها هي الكاتالوج ديالها كيجي معها الكاتالوج كاينين بزاف ديال الاستعمالات اي حاجه شتيها هنايا هما في هذه الادوات اللي جاونا تقدر تستعمل اي حاجه هنا كاينين التصاور كاينين بزاف الحوايج المهم ما غاديش اي حاجه اي هذاك اللوازم كاملين كاينين هنايا يمكن لك تجمعهم وتركبهم في الكاميرا ديالك لذلك بغيت نقول لكم واحد الحاجه الناس اللي مازال باغيين يشريوا هذه الكاميرا ما كتجيش مع كارت ميموار الكاميرا كتجي بوحدها كتجي على هذا الشكل هذا وكتجيب هذه العلبه هذه اللي تقدر تصور تحت الماء تقدر دير فيديو تحت الماء كتجي هكذا نيشان راني حيدت العلبه ديالها غادي نحاول نشدو هذه العلبه غنشوفوا شنو كاين مازال هنا لتحت انا الصراحه ما كنتش عارف شنو كاين هنا لتحت انا ديجا كنت عارف هنا الكيبل كما شفتوا كاين الكابل هنايا كاين شيء اخر اللي هو واحد الشيء اخر اللي ما عرفتوش الصراحه انا هذه الكاميرا عجبتني بزاف بهذه الاشياء اللي فيها وكاين شيء اخر عاوتاني غادي نشوفوه هو هذا عاوتاني مهم الكاتالوج راه فيه كلشي باش ما نطولش الفيديو بزاف غادي نوريكم غير داكشي الرئيسي كاين شيء اخر اللي هو عاوتاني هذا مهم انتم غادي تعرفوا من تشريوا هذه الكاميرا غادي تشوفوا الكاتالوج اللي الكاتالوج غادي تعرفوا الاستعمالات ديال هادشي المهم اللي تيهمنا حنايا هو هذه الكاميرا هذه كما تشوفوها غادي نحاولوا نحلوا الكاميرا باش نشوفوها من الداخل وسمحوا لي بزاف مع حدايا واحد الامريكانيين كيضحكوا تيهضروا في التليفون غادي نحاولوا نحلوا الكاميرا هي هذه الكاميرا على هذا الشكل هذا الزوجه ديالي كتضحك ما فاهمه والو كما تشوفوا هذه هي الكاميرا هذه واي ار يو لافين بيكوز اوف وات يو سيد يو وات ديد اي سي ديد يو اندرستاند وات اي سيد وات ديد اي اه اوكي يا اي جيت يو هنا الكاميرا الاخوان اول حاجه هذه الكاميرا ما غاديش ننسى هذه الكاميرا تقدر تكونيكتيها مع التليفون فيها الواي فاي وتتصور ب 4K الترا اتش دي السميه ديال الكاميرا هي او كا او ان الكاميرا هنا من تشعل الكاميرا بهذه البوطونه هذه كما تشوفوا وكاين هنايا فين تلتقط الفيديو او الصور هنايا فين تزيد ولا تنقص في الريكلاج هادو هما البوطونات اللي فيها انا ديجا قلت لكم راه الكاميرا ما تجيش مع كارت ميموار انا ديجا
درت كارت ميموار هنايا وكاين هنا الكابلي ديال الشارج وكاين الكابلي الا بغيتي تكونيكتيها مع التلفازه اللي هي اللي هو اتش دي ام اي. لذلك غادي نخشي الكارت ميموار هكذا وغادي نحاولوا نكليكيو باش نشعلوا الكاميرا كما تشوفوا بهذا الشكل. هذا الكاميرا شعلات كيعطينا الاسم ديال الكاميرا كما تشوفوا نقدر دابا نصور بها. انا الاخوان غادي نحاول نحافظ على الوقت ما بغيتش نطول بزاف في الفيديو. الناس اللي ياخذوا هذه الكاميرا يمكن لكم تكونيكتيوها مع التليفون الكاميرا ديال التليفون ديالكم يقدروا تستعملوا الكاميرا ديال التليفون ديالكم في هذه الكاميرا هذه. تيليشارجي الابليكاسيون اللي تلقاها في الكاتالوج اللي ديجا شرحت لكم ما باش ما نطولش الفيديو. كاميرا رائعه جدا. دابا شنو بقى لينا غادي نستيستيوها فوق في الماء نشوفوا واش الجوده ديال الكاميرا ونشوفوا الجوده ديال الكاميرا تحت الماء. لذلك ابقوا معي. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun life. I don't ever want to leave. خوتي خواتاتي مهم سالينا الفيديو ديال اليوم نتمنى يكون عجبكم بزاف. خوتي خواتاتي الناس اللي باغيين يشتروا هذه الكاميرا هذه كما تشوفوا كاميرا المهم هذه غادي تلقاو الرابط في اسفل الفيديو. كانت عندكم شي اسئله اخرين ما فهمتوهاش حيت انا ما درتش ليها مراجعه درت غير مقتطع وصف. المهم الا كانت مازال عندكم اسئله بزاف خليوها لي في لي كومونتير باش نجاوبكم. الناس اللي باغيين يشتروا هذه غادي تلقاو الرابط اسفل الفيديو عجباتكم الا ما عجبتكمش ما عندي ما ندير. لذلك تهلاو ليا فراسكم بزاف. عجبكم الفيديو ديروا لايك ما عجبكمش ديروا ديسلايك. كنتي جديد على القناه ديالي ما تنساش دير سبسكرايب او ابوني او اشتراك باش تنضم للعائله ديال ناصر عايز بلوكس. تهلاو ليا فراسكم بزاف وبيس ليكم.